الحدث العالمي والطور العربي حتى الآن بالنسبة للمنتخبات المشاركة. والذي يجمع المجموعة السادسة بين المنتخبين البلجيكي والمغربي، مغرب الذي حقق التعادل في المباراة الأولى أمام الكروات بنتيجة صفر مقابل صفر، يعطينا الأمل في هذه المواجهة المناسبة أمام الشياطين الحمر الذين فازوا على المنتخب الكندي نتيجة 1-0. إذا ضربة البداية خاطئة، وصلت الكرة في الجهة اليمنى، ماذا تفعل يا حكيمي؟ ماذا تفعل يا حكيمي لحسن الحظ؟ منير المحمدي تسديدة في عملية الاختراق، وصلت من جديد في إمكانية تسديدة. الوندا الأولى يا زياش، اليسرى الأولى يا زياش، ولكن أعلت مرمى ونتيبو كولي لهجمة طلاقة من الجهة اليمنى، الهربة الآن، الهربة والانسداد، هي هي يا حكيمي يا حكيمي يا حكيمي، كنت أنتظر منك ستمرر يا حكيمي. هنا الاستلام في دار المدافع، هنا الاستلام سدد حتى واحد حذري من المرور، وزار مر، وزار سدد. برافو برافو المحمدي، برافو المحمدي في أول اختبار مع بداية الشمحة، تمريرة بوفان في الاستلام، بوفان في الدخول، بوفان وجول. على التسديدة الماضية، المهارة، الإبداع، المرور، كل شيء كان جميلا، كل شيء. تورغا نزار يبحث عن المرور مع إيدين، يبحث عن المرور. ضربة حرة جانبية، ست لاعبين المغاربة، جول! صابري طال السبرتال، طال السبرتال يا عمري، طال السبرتال يا عمري، سجدة للمولى تعالى، سجدة للمولى تعالى. الصابر الصبر زاد، لازال يحط على كورة ممتازة، يلا جول! خطيرة وصعبة.
الجزائري أول من سينفذ ركلات الترجيح، ركلة الترجيح والركلة الأولى للمنتخب المغربي. صابيري أمام أوناي سيمون. مشاهدينا الكرام، إذا الصابيري يتلقى الإشارة، صابيري سجل، والصابيري يعطي الأفضلية الآن. كورتك ياسين، إن شاء الله كورتك ياسين، إن شاء الله كورتك ياسين. بابلو ياسين، وضعت وضعت الأولى للمنتخب الإسباني، ضعت الأولى للمنتخب. سميمة يتلقى الإشارة، زياش يتقدم، زياش يسجل جول، يسجل جول زياش. 2-0 الآن، 2-0 الآن للمنتخب. يا كبير يا بولو، كورتك يا بولو، كورتك يا بولو، كورتك يا بولو، كورتك يا بولو، يا بولو، يا بولو، يا بولو، كورتك يا بولو. بانون الآن، بولو بانون، بانون يتقدم، بانون، بانون. غير معقول يا بانون، غير معقول يا بانون. في كرة كان ممكن تجي هدف. أنت بونو، بوسكيتس يتقدم، بوسكيتس يتقدم، بوسكيتس، وبونو، 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 بونو، 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 وبونو. يا الصافرة تأتي، أشرف حكيمي يسعد، أشرف يسعد، أشرف، جول، 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 جول. الله يوصل، الله يوصل، الله يوصل، الله يوصل، الله يوصل. مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في موعد حلم عربي جديد من خلال التواجد الأول والتاريخي للعرب في الدور ربع النهائي هنا بحضور منتخب المغرب في مواجهة المنتخب المغربي. المغرب التي فتحت آمال ما فيها محاولة لمنتخب البرتغال داخل منطقة الجزاء، ياسين في التوقيت المناسب، في التوقيت المناسب يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى الجهة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء. مغرب العز بين الأمم، مغرب العز بين الأمم. الصيري، الصيري، ينصر دينك يا يوسف، ينصر دينك يا يوسف. أول الأهداف، أحلى الأهداف. محاولة تعود في الجانب المقابل، اصطدمت في العارضة، العارضة، العارضة. الحذر دائما، الدقائق التي تلي الهدف قائمة. يا الله، يا الله، يا الله، القرب من منطقة الجزيرة، العمى داخل المنطقة الرأسية، قوله يا الله، يا الله. مرت الكرة، والمحاولة الماضية خطيرة جدا، خطيرة جدا، لكن حارس المرمى يشير بالاستمرارية. تعود المحاولة من جديد، تسديد، كرة برونو مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. هذه اللقطة وهذه المحاولة مستمرة وقائمة، خطيرة، تسديدة، أوهو. بطل يا ياسين، أسد يا ياسين، يا وليد. كرة تعود في الجانب المقابل، ياسين، ياسين، يا بطل، يا بطل، يا بطل، يا بطل، يا بطل، يا ياسين، الله عليك، الله عليك. قبل البرتغالي، الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، راسية إلى خارج أرضية الملعب. مرت إلى ركلة مرمى من بيبي، وصلت عند بونو من صفر، 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 صفر. للتاريخ، للكبرياء العرب، للكبرياء العرب، ولأحلام تحولت إلى أرض الواقع.